اضطرابات كبيرة تعيشها أصحاب الأمراض المزمنة إلى ما التزموش بالنصائح ديال الأطباء المعالجين ديالهم فترة رمضان الكريم. صباحكم سعيد مشاهدينا. اليوم الدكتورة ليلى بشرى من دارها غادي تهتم لنا بهذا النوع من المرضى من حيث العلاج ديالهم والتداوي ديالهم، لكن كذلك من حيث إمكانية صيانة أمنها. دكتورة ليلى بشرى صباح النور. واش أصحاب الأمراض المزمنة كلها معنيين موضوع اليوم من الصحة؟ غادي نتكلموا على اصحاب الامراض المزمنه. صباح الخير عليكم، رمضان مبارك سعيد. كنعني بحامي الامراض المزمنه الناس اللي عندهم مرض السكري، امراض القلب والشرايين، ارتفاع في الضغط الدموي، الامراض التنفسيه المزمنه، الامراض الروماتيزميه المزمنه، كذلك الامراض المناعيه، الامراض النفسيه والامراض العصبيه. انا قبل ما غادي نتكلموا على تناول الادويه في رمضان بالنسبه لهذه الامراض، غنحددوا بعدا الناس اللي مسموح لهم يصوموا والناس اللي ما خصهمش يصوموا. غنبداو بمرض السكري. بالنسبه لمرض السكري، فالناس اللي عندهم السكري من النوع الثاني، اي اللي كياخذوا غير الادويه عن طريق الفم وما كياخذوش الحقنه، فمسموح لهم يصوموا، ولكن بشرط ان الخزان ديالهم يكون اقل من 8، يعني ان السكري ديالهم يكون متوازن. في الحالة ديال الناس اللي عندهم السكري من النوع الأول وكياخذوا حقنة الأنسولين، أو السكري من النوع الثاني وكذلك يداووا بالحقنة ديال الأنسولين، فممنوع لهم منعا باتا الصيام. علاش؟ لأن لما كنديروا الحقنة ديال الأنسولين فالنسبة ديال السكر في الدم فهي كتنخفض بشكل كبير، وإلا ما كليناش فهي تقدر تكون مميتة. كتبقى الحالة ديال الناس اللي عندهم السكري من النوع الثاني اللي ما كيكونش متوازن، أي أن الخزان كيكون طالع. في هذه الحالة كتبقى السلطة التقديرية للطبيب المعالج. قالوا غنمروا للناس اللي كيعانيوا من أمراض ديال الكلي، أو عندهم أمراض اللي كتأثر لهم على الوظيفة الكليتين ديالهم. شكون هما هاد الأمراض؟ فيهم مرض السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الأمراض الكلي الوراثية، والأمراض المناعية اللي كتقص لنا الكليتين بحال اللوبوس. ألوغ في هاد الحالة كنقومو بتقييم المرض المسبب للفشل الكلوي، كنشوفو هاد المرض فاش من مرحلة وصلنا ليه، وكنشوفو كذلك واش هاد المرض متوازن أم لا. كذلك كنشوفو الفشل الكلوي واش باقي حديث ومتحكم فيه ولا متقدم. دونك في الحالة اللي كيكون فيها الفشل الكلوي خفيف وكيكون المرض اللي تسبب لنا في هذا الفشل الكلوي كنكونوا متحكمين فيه وكيكون فيه توازن، في هذه الحاله المريض يقدر يصوم. في الحالات الاخرى اللي المرض اللي تسبب لنا في هذا الفشل الكلوي في مرحله متقدمه وما كنقدروش نتحكموا فيه غير بتناول ادويه في اوقات اللي كتكون قاره ومستقره، وعاوتاني كيكون الفشل الكلوي وصل لواحد المرحله متقدمه، في هذه الحاله فالمريض ما خصوش يصوم، لانه الا صام يقدر الفشل الكلوي ديالو يتفاقم. مع العلم ان الناس اللي في حالة فشل كلوي نهائي انسوفيزانس رينال تيرمينال وكيديروا ليموجاليز او الدياليز فما خصهمش يصوموا نهائيا. الوغ بالنسبه لامراض القلب والشرايين، فهاد الناس كان عندهم الحق انهم يصوموا على حساب الحده ديال المرض ديالهم. دونك فالطبيب هو اللي غادي يحدد لينا واش يقدروا يصوموا ولا ما يقدروش يصوموا. كاين حالات اخرى اللي تناول الادويه او الادويه هي اللي كتحكم علينا واش نصوموا ولا لا، بحال الحاله ديال الصرع اللي هو ليبيليبسي، والحاله ديال لا مالادي دو باركنسون. فهاد الناس خصهم ياخذوا الادويه ديالهم في واحد الوقت معين، دونك ما يمكنش لهم يصوموا. كاين المشكل ديال داء السل، كنعرفوا بان داء السل باقي كثير في البلاد ديالنا والعلاج ديالو كيكون طويل، تقريبا مده 6 اشهر. دونك الناس اللي باقين كياخذوا العلاج ديالهم المضاد لمرض السل ما خصهمش يصوموا نهائيا. الوغ بعد ما شفنا الناس اللي مسموح لهم بالصيام، غادي نشوفوا كيفاش يتناولوا الادويه اثناء الصيام. غنشوفوا بعدا شنو هي الادويه اللي ممكن اننا نتناولوها في الوقت اللي كنكونوا صايمين. عندنا التقطيره ديال الانين فهي ما كتفطرش، نقدروا ناخذوها في وسط النهار. البخاخ ولا داك لايغوسول اللي كيكون على شكل غاز كيستعملوه الناس اللي عندهم ضيق في التنفس، فهو ما كيبطلش الصيام لانه على شكل غاز. القويلبات المضاده للالم والمضاده للالتهاب اللي كيستعملوها الناس اللي عندهم لي روماتيزم والالام ديال المفاصل والعظام، حتى هي لا تبطل الصيام. كيبقاو لك
كريم ولي بوماد. فهاد السؤال كيرجع كل سنه، ديما الناس كيتسائلوا واش لي كريم كتبطل الصيام ولا لا. فكنأكد بان لا كريم ما كتبطلش الصيام. علاش؟ لانها ما كدوش في الجهاز الهضمي، دونك نقدروا نستعملوا لي كريم ديال الوجه، لي كريم ديال البشره ديالنا، نستعملوا لي بوماد ولا لي جيل انتي انفلاماتوار، ما فيهم حتى مشكل. كاين كذلك الحقن، الحقن اللي كيداروا اون انتراموسكولير اي في العضله، ولا كيداروا اون سوكوتاني تحت من الجلد، فنقدروا نستعملوهم. الحقن اللي كتكون في العرق الا ما كانتش مغذيه فهي ما كتبطلش الصيام. انا غادي نشوفوا دابا كيفاش نقوموا بتوزيع تناول الادويه بالنسبه للناس اللي كيصوموا. خصنا نعرفوا بان هذه العمليه ديال التوزيع ديال تناول الادويه فهي جد مهمه. علاش؟ الا وقع فيها خلل فممكن الفعاليه ديال الدواء اللي كناخذوا ممكن تنقص، ممكن توقع تفاؤلات ما بين الادويه. كيف ممكن انه يوقع لنا ان سور دوزاج، اي ان الجرعه ديال الدواء اللي كناخذوا كتولي مرتفعه. علاش؟ لان الاوقات ديال اخذ الادويه كتولي متقاربه وكيقدر يحدث فيها مشاكل. دونك لهذا لا بد من استشاره طبيه، وكنأكد عليها. فعلى الرغم من اننا في حاله استثنائيه وانه كاين حجر صحي، فالاطباء في المغرب باقيين كيزاولوا المهنه ديالهم. دونك الناس اللي عندهم امراض مزمنه ولحقوا انهم يشوفوا الطبيب فخصهم ياخذوا المواعيد ديالهم ويمشيو ويشوفوا الطبيب ديالهم، وبيان سور في هذاك الخرجه ياخذوا جميع الاحتياطات باش ما يكونش باش ما يتعادوش وما يوقعش شي مشكل. بالنسبه للناس اللي عندهم غير مشكل في الوقت ديال تناول الادويه، فيقدروا عن طريق مكالمه هاتفيه يتصلوا بالطبيب ديالهم وغيعاودوا يشوفوا معاهم الوصفه الطبيه ولا لوغدونس ديالهم، ويعاود يقدم معاهم الادويه وكيفاش ياخذوهم. الوغ انا غادي نعطي غير واحد الفكره عامه ولا ان شيما كيفاش ناخذوا الادويه، هي ماشي قاعده ولكن سي ان شيما. بالنسبه للناس اللي عندهم اون سوربريز ميديكامونتوز، اي انهم كياخذوا الدواء مره واحده في النهار، هنا ما كيكونش مشكل، فكيقدروا ياخذوا الدواء ديالهم اما في الفطور او في السحور. الناس اللي عندهم كياخذوا الدواء ديالهم مرتين في اليوم، الوغ في هذه الحاله الدواء اللي كنا كناخذوه في الصباح غادي ناخذوه في السحور، والدواء اللي كنا كناخذوه في وسط النهار ولا في الليل غادي ناخذوه في الوقت الافطار، اي في الوقيته ديال المغرب. الناس اللي عندهم ثلاثه ديال لي بريز ميديكامونتوز، اي كياخذوا الدواء ثلاثه المرات في النهار، دونك الدواء اللي كنا كناخذوه في الصباح غادي ناخذوه وقت السحور، لا دوزيام بريز اللي كنا كناخذوها في وسط النهار غادي ناخذوها في الوقت ديال المغرب، اي في الوقت ديال الافطار، ولا ثوازيام بريز امتى غادي ناخذوها؟ غادي ناخذوها تقريبا واحد 4 السوايع ونص من مورا الافطار، لانه ما بين الافطار وما بين السحور كاينين 9 ديال السوايع، دونك في الوسط دونك تقريبا 4 السوايع ونص عاد باش نقدروا ناخذوا الدواء ديالنا باش ما يوقعوش تفاعلات ما بين الادويه. وكنزيد ناكد بان الناس اللي عندهم بزاف ديال الادويه لا بد ما يمروا من استشاره طبيه. كنتمنى بان هذه الفقره تكون فاتكم ونالت الاعجاب ديالكم. نهاركم مبروك ورمضان مبارك سعيد. اذا نعم كيف ما شفتوا، رغم الحجر الصحي فضروري نخليو التواصل مستمر مع الاطباء المعالجين ديالنا. المحيط الاسري هو يلعب دور مهم باش يخلي هذا التعايش مع المرض يستمر في احسن الاحوال طيله فتره الحجر الصحي ورمضان المبارك. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى. لحظه غادي نربطوا الاتصال معه وغادي تعرفوا على واحد طالب مميز سميتو احمد سحيل، طيف الاسبوع، طالب من مدرسه 1337 خيس 37 بخريبكة، مدرسه متميزه ومميزه بكل المعايير. هو اذا هو مجموعه من الطلبه معاه وبشراكه مع القناه الثانيه دوزم صوبوا لا بلاتفورم covidata.2.ma لتتسم بالكورونا فيروس، حين الطلبه يسخرون مجهوداتهم في عمل وطني اثناء جائحه بحال هذه. لنشاهد. السلام عليكم ورمضان كريم لجميع طاقم صباحيه دوزام ولجميع المغاربه. الاسم ديالي احمد زحيت، طالب مدرسه 1337، وفي ظرف هذه الجائحه اللي كتمر منها البلاد ديالنا، قررت انا ومجموعه ديال طلبه مدرسه 1337 انشاء المنصه الالكترونيه covidata.2.ma بشراكه مع القناه الثانيه. هذه المنصه الالكترونيه اللي جات كضحت للاخبار الزائفه والاحصائيات المزيفه المتعلقه بفيروس كورونا المستجد. هذه المنصه كيقلت فيها مجموعه من الاحصائيات المتعلقه بالفيروس، حالات الوفيات، الاصابات، الحالات المتعافيات، وزاد الجغرافي للحالات حسب جهات المملكه،
ومجموعة من الإحصائيات الأخرى، كذلك آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك مجموعة من الاحتياطات والتدابير الوقائية تجاه هذا الفيروس، كذلك مجموعة من المصادر التعليمية، إخبارية، حكومية وكذلك صحية. هذه المنصة الإلكترونية كيف سبق لي وقلت، نحن احنا مجموعة من الطلبة من مدرسة 1337. مدرسة 1337 هي عبارة على واحد الشراكة بيداغوجية بين لو سي بي ومدرسة 42 بباريس. هذه المدرسة اللي النظام ديالها تختلف على نظام التعليم التقليدي اللي تيكون فيه الأستاذ هو اللي كيلقن التلاميذ المعلومة، ولكن في هذه المدرسة هذه التلميذ هو اللي كيبحث على المعلومة راسو بطريقته الخاصة، وكتعتمد على ما يسمى بالتعلم بالأقران، وهو الذي يتم عن طريق مشاركة المعلومة بين الطلاب. شروط الولوج لهذه المدرسة هذه هو أنك تكون في السن ما بين 18 سنة و30 سنة، وأنك تنجح في الاختبار اللي تدوزو في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة، اللي هو تكون عبارة على اختبار خاص بالذاكرة واختبار المنطق. ومن بعد كتمر الأطول، نقدر نقوله أطول مباراة لولوج أي مدرسة في المغرب، يقدر يكون هو الاختبار اللي كندوزو باش ندخلو لهاد المدرسة هاجي، اللي كنسميوه المسبح، اللي كتكون المدة ديالو حوالي شهر من الاختبارات المكثفة. من بعد تقدر تولج لهاد المدرسة من بعد ما تنجح في جميع الاختبارات هاجي. اش نقدر نقول على المدرسة؟ مدرسة مجانية، مدرسة اللي كتخليك مبرمج ومطور، وليس فقط حاصل على شهادة مهندس برمجيات. هادشي اللي نقدر نقول على المدرسة، ونقدر نقول هي أحسن مكان تقدر تعلم فيه البرمجة في المغرب، وأحسن مدرسة تقدر تعلم فيها البرمجة في المغرب، كما تنقولوا بقواعدها، يعني بطريقة احترافية، من أجل ولوج سوق الشغل، وكذلك من أجل إنشاء مشروعك الخاص، يعني كتكون معتمد على راسك وطاقم الدومين 100%. وأخيرا كنقدم شكر للطاقم التقني، طاقم قناة دوزام، وكذلك كنقدم الشكر لجميع أفراد الفريق البرمجي اللي بلا بيهم ما غاديش تكون هذه المنصة على أرض الواقع، بما فيهم بدر أبو هلال، عبد الصمد البحري، ونبيل الطنطاوي، وجميع طاقم مدرسة 1337. وشكرا على الاستضافة ديالكم، ونهاركم مبروك. أكيد غادي تجي الفرصة ونتعرفوا أكثر على هذه المدرسة المميزة 1337 اللي كاينة في كل من خريبكة وبنقرير. إلى ذلك الحين نتمنى لكم تبقوا على خير، وتستضيفونا غدا عندكم في بيوتكم، وتكونوا محترمين الحجر الصحي. إلى اللقاء، نهاركم مبروك، وصيامكم مقبول بإذن الله.